تواصل جامعة المجمع جهودها في مجال اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار كورونا في مجالاتها الأكاديمية والإدارية والتوعوية. وللحديث أكثر حول ذلك ينضم معنا مدير جامعة المجمع معالي الدكتور خالد المقرن. مرحبا بكم دكتور خالد معنا على نشرة التاسعة. بداية حدثونا عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها لديكم في الجامعة. أول الحقيقة أنا سعيد أنني أشارك الحقيقة في هذه القناة المباركة اللي لها دور كبير جدا في أداء دورها الوطني بكل اقتدار والله الحمد لله. الحقيقة نحن كجامعة حريصين كل الحرص على أن تتسق جهود الجامعة مع جهود وزارة التعليم ومع جهود أجهزة الدولة بكاملها. ولعلي في البداية حقيقة أن أتوجه بخاص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملك الكريم محمد بن سلمان بن عبد العزيز كمواطن قبل أن أكون كمسؤول على الإجراءات الاحترازية المتميزة التي مكنت هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية أن تكون في صدارة الدول التي حققت نجاحات باهرة والله الحمد لله. كما أشكر أيضا أجهزة الدولة المختلفة بكل قطاعاتها سواء قطاع التعليم قطاع الصحة أجهزة الدولة المختلفة الأمنية والخدمية. نحن في الجامعة حقيقة حرصنا على أن تتسق جهود الجامعة كما ذكرت قبل قليل مع جهود هذه الأجهزة، وبالتالي والله الحمد حرصنا على الالتزام الكامل والله الحمد بتوجهات وتوجيهات الإخوان في قطاع الصحة والتعليم. ثم أيضا كان لدى الجامعة والله الحمد مبادرات نوعية إن سمحت أذكر بعضا منها. اولا حرصنا حقيقه في الجامعه على ان يكون هناك اهتمام وعنايه بتدريس الطلاب بانتظام فيما يتعلق عن المنهج الدراسي المقرر حتى نهايه التقويم الدراسي الذي قرر مجلس الوزراء باستخدام التعليم عن بعد الذي يضمن عدم التجمع وايضا يضمن سلامه الطلاب والطالبات بمشيئه الله تعالى. الامر الثاني ايضا حرصنا من خلال وكاله الجامعه للدراسات العليا على اقامه ندوتين احدهما تتعلق بالمستجدات فيما يتعلق بفيروس كورونا وكيف نتجاوز بمشيئة الله تعالى، قام بها مجموعة من الزملاء. ثم أيضا أقمنا ندوة عن كيف وما هي خصائص هذا الفيروس وما هي وسائل انتشاره، وللحمد كان لها أثر كبير جدا في دعم جهود التوعية والتثقيف الصحي لهذا الفيروس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد العالم بأكملها من هذا الفيروس. ثم أيضا أطلقنا مبادرة نوعية فيما يتعلق بكلية الطب وهي استشر طبيبك وأنت في بيتك من خلال الزملاء أكثر من 30 استشاري سعودي في مختلف التخصصات يقدمون استشارات تليفونية هاتفية مع جميع فئات المجتمع والله الحمد لله. أيضا الحقيقة أيضا من المبادرات التي حرصت الجامعة أن تحققها أنه والله الحمد أصبحنا ونشرنا مجموعة من التغريدات في مواقع الجامعة المختلفة وفي كلياتها من أجل الحرص على أن تكون الجامعة نموذج يحتذى به في التوعية وفي التثقيف الصحي فيما يتعلق بهذا الجانب. أيضا أطلقنا من خلال وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مبادرة حول تمويل وتشجيع ودعم البحث العلمي فيما يتعلق بالأبحاث الخاصة بمكافحة كورونا. جميل، كان معنا مدير جامعة المجمع معالي الدكتور خالد المقرن، شكرا جزيلا لكم.